أسطورة إيروس، إله الحب، الإله المحبوب من طرف البشر، صاحب سهام الحب والعشق. إيروس يصاب بسهم من سهامه فيهيم عشقا بالبشرية، سايكي أو بسيشي. مرحبا بكم على قناة يونيفرساليس للثقافة والفن. إيروس في الميثولوجيا اليونانية هو إله الحب والعشق، يعادل أمور أو كيوبيد في الميثولوجيا الرومانية. ومع أنه لا علاقة تذكر لهذا الإله بالطقوس الدينية، إلا أنه من الشخصيات المحبوبة في الأدب والرسم والبحث والموسيقى. ذكر إيروس لأول مرة في قصيدة تيكونيا للشاعر اليوناني هيسيود. كان يمثل بطفل صغير يحمل قوسا وسهاما. قد يكون السبب في هذا التجسيد هو في التناقض بين براءة الطفولة وقوة الحب العنيفة. ويعتقد أن تماثيل وصور إيروس منحت أجنحة لأن التقلب من صفة الحب والرغبة. إيروس عند اليونان هو وسيط بين الإنسان والجمال، الجمال الإلهي. اهتم به الفلاسفة وحاولوا أن يقدموا تفسيرا لوجوده. فعند أفلاطون إيروس هو أداة ارتقاء من العالم المحسوس إلى العالم المعقول. وهنا يقصد بالعالم المعقول عالم المثل أو عالم الآلهة. والعامل الأساسي في هذا الارتقاء هو جهد الإنسان في تطهير نفسه من آثار المحسوسات ومن الشهوات. أما عند أرسطو فإيروس هو مبدأ الحركة، والحركة عند أرسطو هي نزوع الكون للتأله في خالقه. هو شوقه إلى مبدئه الخلاق، وهو يتمثل في الإنسان على نحو قوة الشوق المنبثة في العالم والتي تحرك العالم في اتجاه الإله، والإله هو التحقق التام للحب. لا يمكن الحديث عن إيروس دون سرد تجربة الحب التي عاشها مع أميرة من البشر تسمى سايكي أو بسيشي. تجربة حب غريبة ومفعمة بالحركة والأحداث المأساوية. وقعت في الأرض وانتقلت إلى الأولمب أين تعيش آلهة اليونان. سايكي أو بسيشي في اللغة اليونانية تعني الروح. تقول أسطورة أن سايكي كانت أميرة ذات جمال خارق، حركت الغيرة في نفس الإله الجميلة أفروديت، فطلبت من ابنها إيروس أن يعاقب هذه المخلوقة البشرية الوقحة. لم تطق أفروديت الانتظار، إذ وجهت من يخبر والد سايكي بنبوءة تهدده بإنزال كوارث رهيبة عليه إن لم ينقل ابنته إلى قمة الجبل قربانا للوحش. وقفت سايكي على صخرة بقمة الجبل وهي ترتعش تنتظر أن تحقق النبوءة فيفترسها الوحش. فجأة شعرت أنها ترتفع برفق وهي بين ذراعي زفيروس إله الرياح الذي حملها إلى قصر رائع. حينما حل ظلام الليل وكادت سايكي أو بسيشي أن تنام، انضم إليها مخلوق غامض وسط الظلام شارحا لها أنه الزوج المقدر لها. لم تتمكن من رؤية قسمات وجهه، لكن صوته كان ناعما وحديثه مملوءا بالرقة. وقبل طلوع الفجر اختفى الزائر الغريب بعد أن طلب من سايكي ألا تحاول أبدا أن ترى وجهه. وعلى الرغم من غرابة المغامرة كانت سايكي سعيدة بحياتها الجديدة في القصر. كان يتوفر لها كل ما تشتهيه ما عدا الحضور المستمر لزوجها المبهج الذي لم يكن يأتي لزيارتها إلا خلال الساعات الحالكة المظلمة من الليل. وكان يمكن لسعادتها أن تدوم على تلك الصورة لو لم تعمد أخواتها اللواتي
التهمهن الحسد إلى نثر بذور الشك في قلبها، وقلنا لها إذا كان زوجك يخاف أن يدعك تشاهدين وجهه فلا بد أنه مخلوق قبيح، قبيح الوجه. وأكثرنا من مضايقتها إلى أن حلت تلك الليلة المشؤومة، وعلى الرغم من وعدها والتزامها بعدم رؤية وجه حبيبها، فقد أشعلت مصباحا خلسة وحملته فوق الوجه الذي لا تعرفه، وبدل أن ترى وحشا مخيفا رأت أجمل وجه وقعت عليه عيناها. إنه إيروس نفسه، وعند أسفل السرير كان إيروس يضع قوسه وسهامه، وفي غمرة ابتهاجها ولكي تتفحص قسمات وجه زوجها عن قرب، قربت المصباح فسقطت قطرة من الزيت المحرق على كتف الإله العاري. استيقظ في الحال أن بسايكي على إخلالها بالوعد واختفى على الفور. باختفاء إيروس اختفى القصر أيضا، ووجدت سايكي نفسها من جديد على الصخرة الوحيدة وسط العزلة المريعة. في أول الأمر فكرت في الانتحار ورمت بنفسها في النهر القريب، لكن المياه حملتها برفق إلى الضفة المقابلة. لم تمت، وظل الندم يلتهمها من الداخل، وأصبحت مستعدة لتفعل أي شيء من أجل أن يعود إليها إيروس الذي عشقته. استغلت أفروديت الوضع وأرادت أن تقضي عليها بإجبارها على أداء سلسلة من الاختبارات. كان الاختبار الأول الذي أعطته أفروديت لسايكي أو بيسكي بسيشي يقوم على فصل حبوب من أنواع متعددة خلال يوم واحد فقط. كانت مهمة صعبة للغاية، لأن الحبوب كانت كثيرة ومن نوعيات مختلفة، لكن النمل أشفق على سايكي فقام بمساعدتها ونجحت في مهمتها. أما الاختبار الثاني فكان يقوم على جز خراف في غاية الجمال ذات صوف ذهبية. كانت أفروديت تريد صوف هذه الخراف لكي تحيك معطفا لها، إلا أن الخراف كانت ضارية، وكان الإله هيليوس إله الشمس هو الذي أشفق عليها هذه المرة فساعدها. أما في الاختبار الثالث فقد طلبت منها أفروديت أن تنزل إلى العالم السفلي وتأتيها بصندوق الجمال الأبدي من عند بيرسيفوني ملكة العالم السفلي، ملكة الموت. ولتقوم بهذه المهمة كان عليها أن تموت، لكن الإله هيرمس أشفق عليها وهو الوحيد الذي يستطيع ولوج عالم الأموات. هب لمساعدتها فأخذها إلى العالم السفلي حية، وهكذا استطاعت الوصول إلى بيرسيفوني وسلمتها هذه الأخيرة الصندوق الغامض مع تعليمات دقيقة. قالت لها: حذاري عند أخذك الصندوق إلى أفروديت، تذكري جيدا أن الآلهة وحدها تستطيع أن تفتحها. خرجت سايكي أو بسيشي من العالم السفلي عالم الأموات، وفي طريق العودة الطويل إلى سطح الأرض غلبها الطمع وأرادت أن تفتح الصندوق. وقبل فتحه كانت تردد في نفسها: لن تكتشف أفروديت سري، إذا فتحت الصندوق وأخرجت منه لنفسي القليل من الجمال الأبدي فأستعيد بذلك نضارتي أنا أيضا. وفعلا غلبها الطمع، فتحت الصندوق فإذا بنوم الموتى يخرج منه ويصيبها فتموت فعلا. من على الأولمب كان زوس يراقب ما يحدث في الأرض، فأشفق على سايكي واعتبر أنها تألمت بما فيه الكفاية وأن على أفروديت أن تصالحها. أنهض زوس سايكي من الموت مستعملا قدراته وجعلها خالدة، وأعطى أمرا بأن يتم حفل زواج سايكي من إيروس في الأولمب. وهكذا تنتهي
أسطورة إيروس نهاية سعيدة، ينتصر فيها الحب على الموت. في حلقة قادمة نلتقي مع أسطورة جديدة، وستكون أسطورة أبولو. قبل ذلك أقول لكم انخرطوا في قناتنا يونيفرساليس للثقافة والفن. إلى اللقاء.